بسم الله الرحمن الرحيم معاكم محمد ابراهيم النهارده هنتكلم على ايه هي افضل اربع مواقع نقدر نحمل منها التطبيقات والبرامج بامان كلنا عارفين في الفتره الاخيره زادت كميه الفيروسات والتروجن وبرامج الفيديا اللي هي ران ساموير في مواقع كتيره جدا بتدخل عليها عايز تحمل برنامج او تطبيق معين وبعد ما تحمل البرنامج ده وتبدأ تثبته بتفاجئ إني قفل لك أو حط فيه فيروس في الجهاز بتاعك أو حط لك برامج فدية ويقفل لك الملفات وما ينفعش تتفتح إلا لما تدفع فلوس. فاحنا عايزين مواقع تكون ذو ثقة نقدر نحمل منها البرامج واحنا مطمنين إن ما فيهاش فيروسات ولا فيها تروجن ولا فيها رانسوم وير. عندي أربع مواقع أقدر أحمل منهم بأمان تام. الموقع الأول اللي هو اسمه 990 كل اللينكات بتوع الاربع مواقع هحطهم في صندوق الوصف اسفل الفيديو في الموقع ده بيقسم البرامج الى مجموعات المتصفح الخاص بالتواصل او الرسائل الخاص بالمالتيميديا او مشغلات الملتيميديا الانتي فايروس وهكذا في الموقع ده بتختار عدد البرامج اللي انت عايزها او حتى لو برنامج واحد مفيش مشكلة يعني مثلا لو جوجل كروم في ال سي زي ما انا عايز لو عايز الفوكس تريدر على المثال حسب البرنامج اللي انا عايزه واحد او اتنين او تلاتة كيوب تورنت دروب بوكس العدد اللي انا عايزه من البرامج من واحد او اعلى وبعدين بروح على جيت يور 990 ده الموقع ده بيحمل لك برنامج بتسطبه على الكمبيوتر الخاص بيك وبعدين البرنامج ده بيقوم بتحميل البرامج وتثبيتها على الكمبيوتر نقدر نقول ده شبيه شويه بالبلاي ستور على الاندرويد او الاب ستور على الايفون والايباد نحمله وبعدين بنثبته وهو بيقوم بكل المهمة الباقية الموقع الأول اللي هو 990 ميزته إن هو بيوفر عليك وقت ومجهود كبير جدا تحمل كل البرامج مرة واحدة وبتسيبه هو يعمل كل الحاجات الباقية عيبه ما فيهوش برامج متنوعة عندي الموقع الثاني اللي هو سوفت بيديا السوفت بيديا موقع قديم آمن جدا في العديد والعديد من البرامج والتطبيقات في السوفت بيديا متقسم هنا من الأعلى عندي الويندوز لو عايز برامج للويندوز لو عايز تعريفات لو عايز جيمز لو للماك لو عايز تطبيقات الاندرويد او لللينكس عندي هنا في الاول ما افتح الموقع بلاقي عندي هنا في السيرش لو عايز برنامج زي الفي ال سي بكتب vlc وبعدين عندي هنا بلاقي انت عايز ايه؟ هل هي برامج ويندوز؟ هل هي تعريفات؟ هل هي برامج الماك؟ اللينكس؟ هل هي الاندرويد؟ اختار وبعدين اضغط على انتر من الكيبورد بيجيب لي هنا ال vlc ميديا player او البورتابل vlc ميديا player. أقدر كمان لو رحت عند الويندوز مثلا على سبيل المثال أقدر أشوف إيه هي البرامج الجديدة أو التطبيقات الجديدة اللي تم إضافتها للويندوز عند هنا أهو أو أقدر أشوف آخر البرامج اللي تم تحميلها في الموقع في مجموعة كبيرة ومتنوعة من البرامج اللي أقدر إن أنا أحملها في موقع السوفت بيديا عندي كمان في الويندوز هنا بلاقي المجموعات مقسمها لي الى انتي فايروسز تول سي دي او دي في دي كومبريشن تول فلو انا مثلا عايز انتي فايروس بضغط على الانتي فيروس من هنا وبعدين اتصفح كل الانتي فيروسز اللي موجودة على الموقع واقدر احملها وهكذا بالنسبة للتعريفات او للالعاب او لبرامج او لتطبيقات الاندرويد الموقع الثالث اللي هو ميجور جيكس عندي في الموقع ده بيقسم لي هنا على ايدي اليسار انتي فايروسز الباك اب التطبيقات الخاصه بالسي دي او الدي في دي وهكذا وبلاقي لو نزلت لتحت شويه كمان عندي هنا التوب فري وير بيكس وديت افضل البرامج اقدر ادخل عليها واتصفح لو انا عايز برامج معينه للباك اب على سبيل المثال بدخل على القسم ده هنا بيتم في الباك اب مقسمهم لي الى الكلاود الحاجات اللي زي دروب بوكس وان درايف في عندي القسم الثاني اللي هو درايف كلوننج وايمجنج او اللوكال باك بشوف القسم اللي انا عايزه او اقدر اتصفح كل الاقسام او البرامج واشوف ايه هو البرنامج المناسب ليا وابدا احمل التطبيق ده او البرنامج ده بشوف ايه هو المناسب ليا وأبدأ أحمله. لو قلنا مثلاً الشامبو باك مثلاً على سبيل المثال بدخل عليه عشان نشوف بيحمل إزاي من الموقع ده. هنا بلاقي عندي أماكن التحميل فبختار أي لينك من دول أضغط عليها بيظهر لي نافذة التحميل بشوف أنا عايز أحمله فين مثلاً عسب على سبيل المثال الديسكتوب وبعدين أضغط على سيف. تحميل مباشر جداً وما فيهوش أي مشكلة. الموقع الأخير اللي عندي النهارده هو الفايل هيبو الفايل هيبو برضو موقع ضخم جدا بيحتوي على العديد من البرامج والتطبيقات عندي هنا من الاعلى بلاقي الويندوز لو عايز برامج للويندوز او للماك بلاقي في الموقع هنا مقسمهم لي الى اقسام لو عايز الحاجات الانتي مالوير لو عايز الانتي فيروسز لو عايز السي دي او الدي في دي لو عايز النتوركينج الفوتو او الامج او السيكوريتي على حسب القسم اللي انت عايزه بدخل عليه اتصفح البرامج اشوف البرنامج اللي انا عايزه وبعدين احمله عندي بلاقي هنا في قسم تاني اللي هو البوبيلر في البوبيلر هنا بيقول لك ايه هي الحاجات الشائعة او الاكثر تحميل على الموقع على سبيل المثال لو حبينا نحمل برنامج زي الافاست انتي فيروس بدخل على اللينك ده وبعدين بلاقي هنا رابط التحميل داونلود ليتست فيرجن اضغط عليه بيفتح لي هنا نافذه التحميل اختار الموقع او المكان اللي عايز احمل فيه البرنامج واضغط على سيف في كمان عندي في موقع الفايل هيبو في عندي مربع البحث هنا لو عايز ابحث عن اي برنامج او تطبيق بكتب اسم البرنامج هنا على سبيل المثال لو حبيت احمل برنامج الفاير فوكس بكتب اسم البرنامج هنا بيظهر لي هنا كل الاختيارات الخاصه بالفايرفوكس فوكس فانا بشوف هنا انا عايزه للويندوز سواء كان عندك الويندوز 32 بت او 64 بت فعلى حسب اللي عندك بتختاره بيظهر لي هنا الفاير لو ضغطت على داونلود اقدر احمل برنامج الفاير اخر حاجة في موقع الفايل هيبو هي التوب ابس لما ادخل على ده اقدر ادخل هنا على اكثر البرامج اللي تم تحميلها او المشهورة واقدر احمل منها اي برنامج ان شاء الله مع الاربع مواقع دول نقدر نحمل اي برنامج بامان تام وبعيد عن الفيروسات اتمنى تكونوا استمتعتوا معايا بالفيديو النهارده لو عجبتكم الحلقه اضغطوا على لايك اسفل الفيديو اللي عنده اقتراح او استفسار او تعليق يقدر يكتبه في الكومنتس اسفل الفيديو تقدروا تشاركوا الحلقه ديت مع كل اصدقائكم ولمزيد من الفيديوهات والشروحات اتمنى تشتركوا معايا في القناه بالضغط على سبسكرايب اسفل الفيديو شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله